مرحبا. قرعة كأس العالم الحمد لله مرقت على خير، والمذيعة الروسية لبست محتشم على قد ما بتقدر من بعد ما انهالت عليها الطلبات الإيرانية على تويتر وإنستغرام إنها تراعي ملابسها حتى ما يتم قطع البث بإيران. مذيعة ماريا كانت شوقت متابعينا على إنستغرام بصورة لرداء أسود مثير، ولكنها وضحت أنه مش هو يلي رح تلبسه خلال القرعة النهائية، لتظهر وأخيرا مرتدية ملابس محتشمة وتغرد من بعدها تويت كتبت فيها إيران هل أنت سعيدة. إلا أن القرعة نفسها ونتائجها كان لها نصيب كبير على مواقع التواصل يلي حملت تعليقات كتير عليها بين سعيد بالتوزيع وغاضب منه، إلا أنه أهضم الفيديوز وأكثر انتشارا بيرجع لشاب مصري حاب يوجه نصيحة صغيرة لمجموعة مصر بكأس العالم. نخش بقى على روسيا، روسيا بقى هنظبطها. معلش يا عم بوتين، احنا جايين كمان معاك في نسب، يعني احنا ماشيين معاك في نسب وبتاع، وممكن نتجوز ويبقى زيدنا في دقيقنا، فسهل الامور معانا عشان ما تتبهدلش. خش على السعوديه، انا قلت امبارح السعوديه خدتوا طيران وسرافير وظروفهم الثلاثه مونت عليه، تيجي بقى تقول لي لا انت بتاخد لك رز وكبسه؟ مفيش كبسه، مفيش كبسه، لقاء الكبسه والطعميه لازم الانتصار للفلافل. احنا لازم نكسب السعوديه، وتحيه للكابتن مجدي عبد الغني، عليه العوض خلاص يا ابو المجانين، عليه العوض يا كابتن مجدي. قناه سبيس تون مستنياك هتحلل فيها. ننتقل لقصة مؤثرة جدا انتشرت بشكل واسع على تويتر من بعد ما نشرت صبية رسائل معايدة من والدها المتوفي لها بمناسبة عيد ميلادها 21. صبية يلي توفى بيها من هي وعمرها 16 سنة بسبب إصابته بالسرطان قرر يكتب لها رسائل مقدما ليوصلوا لها بعيدها كل سنة مع باقة من الورد لحد ما تبلغ 21 من عمرها، لتتلقى من أسبوع آخر باقة ورد من بيها مع آخر رسالة مؤثرة طلب فيها من بنته تعيش حياتها بسعادة، تحترم أمها دائما، تحافظ على نفسها وما تذرف أي دمعة على بيها لأنه هو هلأ بمكان أفضل. لتشارك الصبية رسالة على تويتر وتحصد عليها 1,500,000 علامة إعجاب و372,000 ريتويت. أما آخر أخبارنا فهو خبر سعيد لكل يلي بيتضايقوا من إزعاج الجروبس على الواتساب وكثرة الحكي فيها، لأنه واتساب عم تختبر ميزة جديدة بتمكن الأدمن أنه يتحكم بأعضاء الجروب ويمنعهم من الحكي والتعليق أو إرسال صور أو فيديوز إلا عبر طلب إذن شخصي منه من خلال إرسال رسالة خاصة، وفي حال وافق عليها بيتم نشرها على باقي أعضاء المجموعة. ميزة شاف فيها البعض حسنات كثيرة مثل التركيز على الرسائل المهمة فقط، ولكنها بالحقيقة رح تحرم بقية الأعضاء من حق التعبير. ومع هالميزة المهمة أنا بدي ودعكم وأتمنى لكم سهرة مميزة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.